على مدار 39 عاماً ومستشفى توام مستشفى رعاية ثالثية تبلغ سعته السريرية 465 سريراً، ويركز على العناية بسكان دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، وباعتبارنا أحد المؤسسات الطبية القائدة بالاشتراك مع جونز هوبكن الطبية وبصفتنا جزءاً من منظومة شركة صحة، نؤمن بالسعي الدؤوب لتقديم خدمات طبية عالية الجودة واقتصادية الكلفة بما يتوافق مع معايير اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المستشفيات GCIA. يعتبر مركز مستشفى توام للأورام مركز علاج السرطان الوطني الرئيس ومركز استقبال حالات السرطان المحولة من مستشفيات المنطقة، إذ يوفر مستشفى توام لمرضى أحدث تقنيات التشخيص وتحديد مراحل السرطان ومراقبته بما في ذلك الأشعة المقطعية الحلزونية والرنين المغناطيسي والطب النووي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، إلى جانب أحدث ما تم التوصل إليه في علم الأمراض. يضم قسم الأورام أمراض الدم رعاية تلطيفية في مستشفى توام أكثر من 40 سريراً ويدخله أكثر من 1800 مريض سنوياً، كما يوفر القسم أحدث الخيارات العلاجية بما في ذلك العلاج المناعي والعلاج الحيوي وغير ذلك، وتقدم جميع علاجاتنا وفق المبادئ التوجيهية للممارسات السريرية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN والمعترف بها دولياً. يتعاون أطباء الأورام وأطباء العلاج الإشعاعي للأورام مع الأقسام الأخرى العاملة في مستشفى توام لتوفير الرعاية الشاملة لمرضى السرطان التي تشمل ما يلي: عقوداً أبرمها قسم المختبر وعلم الأمراض مع مختبرات مرجعية رائدة خارج المستشفى بهدف تقديم أي من الخدمات التخصصية التي لا يوفرها مستشفى توام مثل تقييم خطر الإصابة بالسرطان والفحص الوراثي، كما يعمل الفريق المتخصص في الصيدلية على توفير خدمات الأورام والعلاج الكيميائي باستخدام أفضل الوسائل والتقنيات للعلاج الكيماوي وتحضير الأدوية الكيماوية، في حين يعمل قسم التصوير السريري على توفير مجموعة كاملة من خدمات الأشعة التخصصية. مركز توام للتصوير الجزيئي يعد شريكاً مجتمعياً يوفر خدمة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني في المستشفى، ويعد هذا النوع من التصوير مقياساً أساسياً لتشخيص وتحديد مراحل السرطان ومراقبة علاج السرطان، وبالإضافة إلى ذلك يعمل قسم التغذية السريرية على ضمان العلاج التغذوي الطبي والتثقيف الغذائي للمرضى الداخلين أو الخارجين وأسرهم. يستقبل قسم علاج الأورام بالأشعة ما يقارب 700 مريض جديداً يتم تحويلهم كل عام، والقسم مجهز باثنين من أحدث أجهزة التسارع الخطي ووحدة المعالجة بالأشعة المقطعية وقسم المعالجة عن قرب الوحيدين في دولة الإمارات، وتسمح هذه التقنية للقسم بتوفير خيارات علاجية لعدة أنواع من السرطان، ويعد سرعة الحصول على العلاج الإشعاعي عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق معدلات بقية أكثر على المدى الطويل، ويطابق وقت انتظار مرضى السرطان للحصول على العلاج في قسمنا وقت الانتظار المعاييري المتعارف عليه لكل من العلاجين الإشعاعي الجذري والتلطيفي. علاوة على ذلك يتم تقديم العلاج الإشعاعي من قبل فريق طبي متعدد التخصصات من أطباء علاج إشعاعي وأخصائي الفيزياء الطبية وفني العلاج الإشعاعي، ولقد كان مستشفى توام لسنوات عديدة المقدم الوحيد للعلاج الإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشتهر في المنطقة بفريقه الطبي المتميز بالمهارة العالية والإبداع. أما مركز العناية بالثدي في مستشفى توام فيقدم خدمات شاملة للعناية بصحة الثدي، حيث نقوم سنوياً بإجراء ما يزيد عن 3000 من فحص الثدي بالأشعة السينية الماموغرام بمعدل 4000 مريض سنوياً في عيادة رعاية الثدي، وأكثر من 350 حالة يخضعون لجراحة الثدي، كما وبدع المركز عيادة علم الوراثة الحديثة منذ يوليو 2018. يسجل قسم أمراض الدم والأورام يقارب 200 حالة سرطان أطفال جديدة تحت عمر 16 سنة سنوياً، والتي تشكل 70% من مجموع حالات سرطان الأطفال الجديدة في دولة الإمارات،
وتوجد برامج كبيرة لاعتدال الهيموغلوبين عند الأطفال، ما يقارب 200 طفل مصاب بمتلازمة الخلايا المنجلية وما يزيد على 50 طفل مصاب بمرض تلاسيميا. واضطرابات النزف والتخثر عند الأطفال، قرابة 100 طفل مصابين باضطرابات النزف بالوراثة مثل الهيموفيليا وما يزيد على 50 طفل مسجلين في عيادات مضادات التخثر. ويتم تزويد الرعاية الداخلية لهؤلاء الأطفال في عنابر أمراض الدم والأورام المتخصصة، لذلك تحتوي على 18 سريرا. وفي مركز التسريب النهاري، حيث نعالج جميع مرضى الأورام وأمراض الدم بصفتهم حالات نهارية بالعلاج الكيماوي عبر التسريب الوريدي القصير أو الطويل ونقل الدم. وينفرد مستشفى توام ببرنامج الرعاية التلطيفية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعتها 11 سريرا، وتستقبل الوحدة ما يقارب 500 مريض سنويا. ويهدف فريق الرعاية التلطيفية إلى مساعدة المرضى في الوصول إلى أفضل نوعية حياة ممكنة خلال كل مرحلة من مراحل المرض. ويستخدم فريق الرعاية التلطيفية مجموعة متنوعة من التقنيات السريرية لتلبية احتياجات المرضى الطبية والنفسية والاجتماعية المهمة لهم ولعائلاتهم. كما وتشمل خدمات الدعم المختبرات علم الأمراض والتصوير السريري وصيدلية الأورام وعلم النفس وعلم التغذية ومرافق علاج النطق المتاحة للمرضى والمقيمين. يعد النهج متعدد التخصصات لرعاية المرضى بقيادة لجنة خدمات السرطان عنصراً أساسياً من عناصر مركز السرطان في مستشفى توام. وتقود لجنة خدمات السرطان برنامج السرطان، إذ تتولى مسؤولية تخطيط كافة الأنشطة المتعلقة بالسرطان ومن ثم تنفيذها وتقييم نتائجها وتحسين تقنياتها. أما مجلس الأورام فهو العنصر الآخر المهم من عناصر مركز السرطان، إذ يناقش ويراجع الحالات الخطيرة ويعمل على ضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية المناسبة وفق ما يقرره فريق من الاستشاريين. يقوم مركز الأورام بإجراء الكثير من الأبحاث والتجارب السريرية، حيث يضم مكتب متخصص بأبحاث الأورام والتجارب السريرية، كما وينشر القسم مقالات وأبحاث في مجلات إقليمية وعالمية. هناك جداول منتظمة للتعليم الطبي المستمر بما في ذلك النادي الصحفي في مستشفى توام لتحديث المعرفة لدى الموظفين. هذه الإنجازات المهمة هي شاهد على رسالتنا، ألا وهي تقديم خدمات صحية بما يتفق مع احتياجات وتطلعات شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. لذا نحن نركز على تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى والمراجعين باحترام وكرامة، تماشيا مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة واحتراما لحقوق المرضى.